وايد مستانسة هالمعرض، وايد اشتغلت وتعبت على الفكرة أكثر، اللي هي كوليكشن الميرميد. نزلت عطر ميرميد، عطر أتلانتيكا وعطر الجسم بيرل. طبعاً عطر ميرميد فيه برجموت، فانيليا، مسك، عنبر، زهرة البرتقال. عطر أتلانتيكا فيه عود، خشب الصندل، باتشولي، عنبر ومسك وورد وزعفران وياسمين. هم عطر الجسم بيرل حبيت ان الريحة الطاغية فيه هي الفانيليا والورد، اما في مكونات ثانية اللي هي المسك، ليمون، في عنبر، وطبعا كوليكشن يونيكورن اللي كان موجود السنة اللي طافت بالمعرض للحين موجود، اللي هو عبارة عن عطر هيرمست ومرش. مكونات عطر ماي جوي، ياسمين، ورد، وزهرة البرتقال، ومسك، وعنبر.